تفتح يعني بيتك هذا، يعني عندنا فيه وايد ذكريات مع كانت تقعد هني بنفس الحوش بنفس القعده ماما دلال الله يرحمها. الله يرحمها. ولنا فيها ذكريات، وعندي قصه خالتي فتوح اذا تعلقين لي عليها. مره رحت بيت ناس يعني وايد كشخه وفخم، وتنقصت ان تكون يدتي ماما دلال ان عندها نفس البيت، فقلت لها ليش انت كذي، انت فلانه وريلك فلان وعندك خير، ليش باب بيتكم عادي والناس يعني منتبهين على حالهم؟ قال يا كم تبين عشان تسوين الباب؟ قلت لها ما ادري، اعطيني 100 دينار وبعدين اشوف كم. قالت لي ان شاء الله. ال 100 دينار كم فقير تعشي؟ الله اكبر. هذه امك قالت لي. الله اكبر. الله يرحمها ماما دلال. فالحين يعني الواحد لما يكبر يعني يسمع القصه نفسها بطريقه ثانيه، انه يعني فعلا يعني هي نظرتها فكرت يعني هال 100 دينار بدل تكشخ باب بيتها، فكرت كم فقير ممكن يعيش. قالت يلا تبين مفتاح الكبت اعطيك اياه؟ قلت ما ابي. الله. ايش رايك الحين يعني الفخفخه الزايده اللي شفناها قبل الكورونا يعني بايام، وفجاه كل شيء راح. ولا شيء. ولا شيء، كل شيء زاير. دينك وربك ورضا رب العالمين ورضا صله الرحم. رضا الوالدين، رضا الاحبه. يا حلو الخوات يا صاروا متحابين، يا حلو الاخوان يا صاروا متحابين. المحبه تربط. المحبه تاسر. احنا شو اسوي لي بابي ولا اشتري لي جنطه ب 1000 دينار ولا اشتري لي فخفخه؟ وانت تقدرين؟ وانا اقدر. والله ياما جنطه اقول لهم ب 10 دينار تعجبني، تسوى ب 1000. شنو المظاهر؟ شلون قدرت تسوين كذي؟ يعني اقدر ليش؟ شنو الدنيا؟ شنو مظاهر؟ جناط وماركة، شنو هذا؟ هذا ولا شيء عندي انا. والله اني يطيح الاكل بالارض، والله اني اشيله من الارض ما اغسله ولا شيء واكله. جزاك الله خير. اقول في ناس ما تقدر تاكل، تمشي اميال. تمشي أميال في أفريقيا، رايحة أنا جنوب أفريقيا حتى تعطي مال وطحين لعيالها على ريلها. يا ناس إحنا شو نشوف إحنا بخير الحمد لله، لأن ولد يعطونه من المهدي للحد. قولوا الحمد لله، تعظوا يا ناس في النعمة اللي إحنا فيها في هالبلد المعطاء، اللي الحمد لله الفقير يأكل والغني يأكل والوسط يأكل. الحمد لله إحنا بخير يا ناس. شنو الفخفخة ولا باب ولا حلو ولا مظهر؟ أنا شو أسوي في الباب؟ يا رب يفتح لك باب الجنه خالتي فتوح، يا علم السامي اوسع ابواب. جزاك الله خير، نتعلم منك ما قصرتي. نبعد جزاك الله الف خير. يا علم السامي.